كيكي برأيك شو أخطر مهنة بالعالم؟ إنك تكون يوتيوبر. إنك تكون يوتيوبر أخطر مهنة بالعالم؟ كتير. ليه؟ لأنه كل فيديو لإلك بتنزله هو تيست لإلك إذا رح يعجب الناس ولا لا. كيكي شو عميقة، واو. خاصة إذا يوتيوبر بمستوى المايسترو هونيك. اوه ماي جاد كيكي، يا الله واو. بس انت بتعرف مزبوط انه اليوتيوبر انه مهنه خطره، لانه انت بتتعرضي انت تحت الاضواء ليل نهار يعني. صح. واو طبعا. كيكي ما عم بقاله معنا الفيديو، انا جايب لك مهن خطره، ناس تحت المي، ناس على مدري وين ناطحات، انت ماشي لا لا. يوتيوبر ايه. كيكي اول مهنه معنا اياها اليوم هو شخص عم بيلحم سفينه تحت المي. يا انا ما تخيلت. يا سفينه تحت المي اذا انبعجت او اذا انخزقت او اذا انكسرت او اذا انفتحت، مزبوط شو بيشقلوها فوق المي وبيصلحوها؟ لا ابدا، ما توقعت انه في شيء هيك. ما بتنتبهوا اصلا انه هيك مهنه موجوده بالعالم ابدا. تحت عم بيلحم السفينه تحت المي. انا مفكره السفينه خلص متى ما نزلت على المي ما بقى يصير لها شيء. التايتانيك هو هو يعني هو 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 اثبات اثبات على كلامك. تحطمت السفينه. في راح ضحايا مش كثير شيء جنام منه جوك. ليوناردو دي كابريو غير موضوع، هو ما كان فعلا على السفينه بس هي مش بليز كفي لانه الفيديو شوي فيه راح منحق اخر. ايه راح منحق اخر. ليك ملا جزء. لا عن جد. اوه انت عم تخيلي لو وقعت لهيدا الاتجاه مش لهيدا الاتجاه؟ يا بس هو اكيد عارف بيكون مسنطرة اكيد، ولو هيدي هندسة بس انه واو. لانك الصاروخ انه ينكسر فيه خطر، الخشبة انه بمدري شو تعمل فيه خطر، كل شيء فيه خطر عليه. وكل هيدا الشيء بالاخر لنعمل ورق مثلا نكتب عليه ونكبه ونجعلكم نكبه في الزبالة. اوف عن جد معك حق، لازم نخفف استعمال ورق عن جد. فورا وين قاعدين هول؟ ناطحة واو ناطحة سحاب. ايه شو كيف عم بروح؟ انا بخاف من العلو. ايه واو ليك شو حلو، ليك كيف عم بدق. شو الحلو فيه؟ ايه فاتح حديث. فاتح حديث عم يتسير هو لكيف. ايه ايه عم بخبره عم بخبره، عارف عملت فيه امبارح زوجتي، خيي جيت انا قلت لها انه انا ما بدي احضر هذا البرنامج، عم بخبره خبريه. ايه اكيد ما بيكون بخاف من العلو، اكيد اقل من ما بخاف من مرته. يعني هو هرب من مرته طلع على الدور ال 130 يكمل البنايه. عرفت شو؟ لا ما عنده مشكله. عرفت شو؟ يا كيكي يا كيكي ذكرت انه انا ما لازم اضحك. كيكي الاويل ريجرز مطرح ما بيتم سحب المازوت من نص من نص البحار، هدول ما بيشتغلوا وحده، هدول بيشتغلوا فيه الناس، بيشتغلوا 16 ساعه شيفت ليك هيك بوسط البحر يعني ولا اي شيء. شو هالمهنه هيدي عن جد. اوكي سنيك ميلكرز، واحد بفضي يعني؟ بفضي سم. انت بتعرف انه سم السنيكس كمان يستعمل بالادويه؟ ايه يستعمل بكثير ايه اماكن بعرف بتعرفي. فليك وهيدي سم يعني غلطه وحده غلطة واحدة غلطة واحدة بيتسمم هو عن جد. بس هيدي كتير خطرة لأنه بثانية إذا صار معه شيء خلص راح فيها. إيه يعني إذا ساعة بتحط إصبعه على الكباية وعم يعمل هيك وقال يلا مثلا ما كان منتبه هو مثلا شكل بإصبعه، إيه ميرسي باي باي. بس لا إنه أكيد هن متشغلتهم مدربين خافت كتير كيكي، لازم كفي على بعض ولا تنسى اللي قبله. أوكي إيه عم يدهن بيدهنوا بينتينج بريدجز من وين؟ عم يدهن الجسر عم يدهن الجسر. ولازم يندهن الجسر ما في ضله لونه مش مدهون بلا كثير بيكون نظيف هو نظريا هيك انا عم طلع عليه من بعيد مصدى وعرفتوا الفحم اللي عليه والشحم اللي عليه حلو. ما كنت عارفه انه بيدهنوا الجسر، مفكرته خاص بركبوه خلص. ياي ايه جسر بيطلع من المصنع وهيك مهفهف. يي عليكم عم بينطفوا. ايه يا يا الله هيدا كيكي، لا هيدا فيديو اعصاب لكيكي، هيدا مش فيديو اكثر مهن. ما شتت الدنيا من بعد ما خلصوا تنظيف. كيكي يا ليكون ما شتت الدنيا، بنروح تعبهم دعان يا كيكي، اكيد رح ترجع تشتت الدنيا يوما ما، ورح يرجعوا يغسلوا بعدها. هيدي بيعملوا يمكن مره بالاسبوع مش انه مره كثير، مره بالاسبوع مره بالاسبوع بده يطلعوا يعربشوا على هذا الشيء. او ماي جاد واو. اوكي الفيديو عم يتحول على منحة كوميدي. ردود فعلك ردود فعلك قتوليه. لا مش معقول مش انه مرة ردود فعلك مش طبيعيه. لك هيدا هلا هيدا وين رايح؟ شو عم يعمل؟ عم يظبط شو عم بظبط؟ ضو لمبه. اه هيدا الضو تبع باتمان عم يرجعوا يظبطوه، عرفتي هيدا اللمبه تبع باتمان اللي ضووا له اياها لما بيعزوه عم بيظبطها. بس كيكي طولي بالي. اوه هيدا هيدا على شو هيدا؟ هيدا توتر عالي، هيدا توتر عالي.
هيدا عنده 100,000 مصيبة ممكن تصير معه. اوه عم بكق عم بكق. اوه واو هيدا فيه يتكهرب. اوه ماي جاد. يي لكم واحد التوتر العالي. اوه واو يا جماعة عن جد عن جد كتير خطر. اول شي كلهم خطرين. تاني شي انه قد ايه في ناس بالكواليس بتشتغل بحياتنا يعني هدول بيصلحوا الكهرباء للمدن ولالنا وللهيدا. هذا الشيء يسمى الحقيقة للميديكا للميديسن. عن جد قد ايه في مهن. واو اوف شو حلوين. انت شو عم تعملي ليه نطة؟ ليه عم بنطة متسيارة؟ هيدي مهنة؟ ما بعتقد. يا فاير فايتر بالأماكن اللي بدهم يوصلوا لها بسرعة كتير ما بتوصل السيارة عم يطلعوا بطيارة وينطوا من الطيارة ليطفوا النار. ما في عمل نوبل أكتر من هالقد. أوه واو لا اوعى تجربي تبكي بوقفنا اليوتيوب الفيديو لا لا بليز. واو أنا كتير تأثرت واو نايس. شو هالكاميرا الحلوة كيكي ليك ملا لانس. شو عم بيصور كيكي شو عم لا هولي لما يروحوا على الأدغال ويكون في حيوانات شرسة ايه عم بيصورون ليك الكاموفلاج ليك قدي قريبة من النمر. كيكي وين اختيلي كيكي شفتوا قدي قريب شفتوا حبيبي طولي بالك. مدرب تمسيح ليه شو صاير عليك هذا شو صاير عليك مدرب تمسيح مدرب تمسيح ليه بدنا ندرب التمسيح تمسيح هي يعني ما ليه بدها تدرب ليك حط راسه ورقبته ثاني فيه يبلع ما طب ما كرمال انت ولادك يقدروا يشوفوا التمسيح بالزو لازم يتدربوا تقدر تتعرفي على هيدا الحيوان مثلا الشرس بده لازم يتدرب مش هيك عم بيدربوا لا عامل هيك بيشوف امسك صيادين كيك صيادين ايه يعني هون متصيدين كراب بنص البحر يا شوف الموج ليك الموج ليك تعتقد الحراره وعاصفه عاصفه وحراره ويمكن يقع فيهم البوت شو صاير عليهم ليه ما بيعملوا مزارع سمك حبيبي في مزارع سمك غير طعمه هيدا السمك البحري غير السمك النهري وغير السمك المزارع يعني وفي انواع سمك اصلا مش موجوده بمزارع يعني احنا تنتلذذ بطعم السمك لا هلا ما تحسسيني هلا بهيك شيء في ناس عم بيتعذبوا عم يقبضوا بس هن كمان ما تحسسيني انه احنا هلا ما بدك تشوف اذا ما اذا ما عشان منيح ايه هلا فتنا بموضوع تاني انه هو مزبوط مهنه خطره اكيد وعلى راس كمان انا اخذ الحق بركي معاشاتهم مش منيح لا كيكي اكيد برومس معاشاتهم منيحه يعني ببيعوا كافيار ببيعوا سوشي سوشي ببيعوا سوشي او ماي جاد طيارجي ايه طيارجي انت بتكون طالعه بالطياره بتعمل 600 صلاه هيدا ليل نهار ماشي هيدا بيطلع وبينزل مرتين بالنهار بس تعود انه ايه بس انه هيدا بتعرفي يعني كل الباسنجرز بيراقبته يعني كل الباسنجر هيدا عن جد مسؤوليه يعني كمان هيدا مهنه خطره يعني بنعرفها كثير صح فهمت شو طوني كيف سواقين الكاميونات مهنة خطرة؟ هو حبيبي لأنه الكاميونات انت عارفة بتطلع بالليل بتطلع بتشتغل بالليالي لأنه بتسافر بتعرفي كم مرة في يغفى على الطريق؟ ايه حرام ويتدهور هو أو يكهبط له مدري كم سيارة بس ينام بالنهار ما هو أكيد بينام بالنهار عم بتعذب كيك هو نام بالنهار بس ما بيخلى الامر انه سايق بالليل بعتمه وما في ولا سياره حواليه وما في ولا صوت حواليه وسايق 9 ساعات انه يسكع دور موسيقى صوت عالي وبقولوا اذا شلحت من اجرك وسقعت او ماي جاد فتحت الشباك وظهرت ايدك لبرا وصفق فيك الهواء ما بتخطر شو نصيحه من بيك اعطيك هالنصيحه اذا شلحت من اجرك برو هيدا الشيء كثير سقت حافه وفتحت الشباك وحطيت ايدك برا وموسيقى عالي جربوها إذا في حدا عم يحضرنا بيسوق كاميون جربها وقلنا إذا رجعت بليز بس ما تكون عم تحضرنا أنتوا عم تسوقوا الكاميون أوكي؟ وبليز عم تحبوا نصايح كيكي هلا اعملوا لايك على الفيديو هلا اعملوها دغري لايك على الفيديو يعني واشتركوا لها بالقناة وفعلوا لها الجرس لأنه عم تعطيكم نصايح كل حلقة بتعطيكم تضلني عم علي هيك من مستوى النصايح بدي أعلى 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 مستوى أنسبسكرايب بالقناة رح شوفوا على هيدا الفيديو عمال المناجم عن جد هول شو صاير عليهم عن جد هو ينزلوا على المناجم ويفجروا تحت ويختنقوا وعتم انت قد كلامك لحظه انت قد كلامك انه شو صاير على عمي ايه انه انا شفقاني عليهم انت قد كلامك ايه عظيم بتعطيني كل دهبياتك هيدا الجمال اللي مبسوطه فيه بتعطيني اياه بليز اعملي معروف ليه؟ لانه هن اللي مطلعينه لانه هن عمال مناجم بيطلعوا الذهب وبيطلعوا الجمال وبيطلعوا كل شيء انت بتتلذذي فيه انت ومعظم اللي عم يحضرونه اي لاف يو كيب جوينج ورك هاردر يو كان دو ات لا بحبهم كثير انا اكثر مني بحترمها بالعالم اكثر مهنه بتحترمها بالعالم صار كان اول شيء انه شو صاير عليهم جد هول شو صاير عليهم ينزلوا تحت الارض مناجم ايه اوه الشرطه يا شو بك خايفه
لا الشرطة عم يلقطوا حرامي هيك ما تخاف. اوكي واو مزبوط مزبوط عن جد يا جماعة عن جد. قد ايه بيتعرضوا للخطر؟ بيعرضوا حياتهم للخطر كرمال يدافعوا عنا ويحمونا. للخطر الشرطة. تحية لكل شرطي عم يحضرنا. اوه جيش عم بيحام عم بيحمي الوطن جيوش البلاد اوف واو قد تحية لكل جيش عم بيحضرنا. اوكي ونصيحتي لكم بدك تنصح الجيش؟ ايه بدك تنصح الجيش بدي اقول له شيء. اوكي بس بليز انتبه لانه في مخابرات بتحضر في لا بدي اقول له شيء كثير قوي. ايه ما انا بتمنى يكون شيء كثير قوي. اقضوا على الاعداء. اوكي هاشتاج اقضوا على الاعداء. اوكي هاشتاج اقضوا على الاعداء. وتحيه كبيره عن جد للجيوش اللي بتعرض حياتها عن جد لتحمي الاوطان وتحمي الحدود بالبرد والسقعه والثلج والسهر والليالي. فوي لاف يو كله. تحيه كبيره للشرطه وللجيش ولكل العمال اللي شفناهم. تحيه كمان لليوتيوبرز اللي عم بيعرضوا حياتهم للخطر. ليك هلا قدام ملايين المشاهدين. ايه قدام السلطه اللي انعطت للمشاهد انه بثانيه انه بكومنت يا يقضي عليك يا اما مثلا يحترمك. نحن بنحبكم كثير وان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو. اذا حبيتوا حطوا لايك على الفيديو واشتركوا بالقناه وباي.